عندما تكون الدولة ذات مكانة عالمية ومركزا لأهم الاقتصادات، كان لابد لها أن تهتم بجملة من المشاريع الهامة التي تهتم بتنمية المكان والإنسان. وعلى رأس الأولويات يأتي اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، ومن بعده أولو الأمر، ثم حكومة رشيدة بالتطوير الدائم دعما للوطن وخدمة للمواطنين بإشراف وزارة البلدية والشؤون القروية. ولذلك تتمتع المملكة العربية السعودية بمنظومة فريدة هي الأكبر في الشرق الأوسط بمجموعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة حين تقع كلها تحت مسؤوليتها بكل قطاعاتها وخدماتها. ولتواكب مجهودات حكومة رشيدة لرؤية سديدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتشكل منهج عمل يعبر عن الطموحات ويعكس قدرات الوزارة خدمة للبلاد تحقيقا لجميع الأمنيات. والهدف هو بناء وطن أكثر ازدهارا وجعله في مقدمة دول العالم، مع وضع الأولويات في المقدمة للمحافظة على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه بكل عزم وحسم، لينعكس كل ما سبق على القدرات الاستثمارية الضخمة التي تحرص على توظيفها وزارة البلدية والشؤون القروية لمضاعفة دور المملكة الريادي وزيادة إسهامها في صناعة المستقبل. مشروع عملاق بأصداء محلية وإقليمية إن شاء الله. حين بدأنا رحلة التحول في القطاع البلدي من خلال عقد مجموعة كبيرة من ورش العمل وعمل دراسات جدوى مكتملة المنهج وإشراك القطاع الخاص لبناء استراتيجية موحدة نأمل من خلالها تنفيذ التحول المأمول بأبرز الإنجازات للوزارة المرتبطة برؤية رشيدة نافذة. بلدي هو اسم أطلقناه بالأمس لمستقبل تملأه الثقة لجملة من المشاريع الكبيرة التي تحقق الرفاه للوطن والمواطنين ولأجيال تأتي من بعدنا، مشاريع تتعلق كلها بأنسنة المدن من شوارع وحدائق وساحات عامة وميادين وواجهات بحيرة، إضافة إلى التأهيل البيئي للأودية والمرادم لأكثر من 11 مليون متر مربع من المساحات، كذلك لطرق تتعدى 4120 كيلو مترا و940 منشأة بلدية وشبكات تصريف مياه تتجاوز 1465 كيلو مترا. بلدي هو نظام يدار بأعلى معايير الجودة دعما لقرارات تمكن القطاعات بتنوعها المختلف من توزيع مشاريع البنية التحتية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية والاستراتيجية الوطنية. هي مسؤولية غالية علينا والكل فيها مشارك، كل ذلك وأكثر بإدارة سليمة محكمة مكننا من خلالها الأجود دائما تنفيذا لأوامر سامية. لقد وعدت القيادة الحكيمة حين وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كي نبدأ على الفور في تنفيذ كل ما ألزمنا به أنفسنا لكي تصبح المملكة العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها جميعا إن شاء الله تعالى. دائما
ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة، حين نسعى إلى أن نكون ضمن محركها الاقتصادي ومورداً إضافياً لاستراتيجيتها. نحن نرسل الرسالة بأننا الرواد، لنكون دوماً على العهد.